لجمهور الرجاء ولجمهور المغرب الفاسي. هذه محاولة لفريق الرجاء عارضة، تهديد آخر لفريق الرجاء، كانت حملة ذكية والعارضة ترد الكرة. سيدي بي في حملة مضادة لفريق المغرب الفاسي، أشرف بن شرقي يمر، محاولة خطيرة لفريق المغرب الفاسي، أشرف بن شرقي، أشرف بن شرقي، هذه خطيرة لفائدة الماس. سيدي بي سداد وهدف تعادل، هدف تعادل لفائدة فريق المغرب الفاسي. كان بناء هجومي محكم للماس، من يضيع هدف تعادل بالفعل. أضاع فريق الرجاء الهدف والمغرب الفاسي يصيب ويسجل هدف تعادل بواسطة لاعب سيدي بي بعد بناء هجومي محكم لخط الأمامي لفريق المغرب الفاسي. هدف لمثله هنا بمدينة الدار البيضاء، وهدف ربما قد يكلف فريق الرجاء الشيء الكثير، لأنه كما قلت لك أنه فريق الرجاء كيسعى باش أنه ما تستقبلش الشباك ديالو، خصوصا أنه كيلعبوا في كأس العرش. فريق الرجاء ضيعت أكثر من مناسبة، وكان فريق المغرب الفاسي كيلعب على المرتدات، استطاع من خلالها أنه يسجل هدف ربما باغت الجميع هنا به. لاحظوا يعني التسديدة القوية للاعب سيدي بي، استقرت في مرمى الحارس الرجوي أنس أزنيتي، وقلت أن البناء الهجومي لفريق المغرب الفاسي كان بناء قوي وبناء منظم. العمل الكبير اللي داروا في هذه الحمله هو بن شرقي اللي دار العمل الكبير. اعتقد كاين ورقه صفراء للاعب النمساوي.